حلمت كأني في السطح حق أهلي، بيت أهلي، كأني مدد رجولي كذا جالسة، وكأن السطح مزحوم في ناس كثير، وكأن على يميني منسدح الراقي اللي يرقيني في الحقيقة على الأرض، وكأنه حاط راسه مايل علي وحاط راسه في حضني، وكان معايا طفل صغير عمره تقريبا شهرين ملفوف في شرشف أبيض كأني أهتم فيه. كان هذا الشيخ يعني في مشاعر منه تجاهي، أنا كأني مستنكرة كذا وساكتة مستغربة. بعدين نهاية الحلم كأن الطفل ما أعرف وين راح، وهذا الرجال جالس في نفس مكانه بجنبي ومتربع ومبتسم، بس انتهى. ويقرأ عليكم في حوش ولا شيء؟ لا لا، في البيت. عندكم؟ ايه، الرؤية في يوم عرفة؟ يوم عرفة. ايوه رأيتها. ايش حصل لك وقت القراية؟ انا اتعب وقت القراءة. انطق على لسانك أحد؟ ايوه. الطفل راح؟ ايوه الطفل راح. بيطلع اللي فيك إن شاء الله. الحمد لله. كذا بس التفسير؟ إن شاء الله. استمري على القراية. إن شاء الله بإذن الله. جزاك الله خير. السلام عليكم.